يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم. يوم جديد، حلقه جديده نختم بيها الاسبوع، لكن الحقيقه بنختمه واحنا في قمه الحاله المعنويه. بنختم الحقيقه موسم كان اكتر من ناجح، موسم ما بيتكررش كتير رغم كل الصعوبات ورغم المشوار الطويل جدا ورغم كل المطبات اللي عدينا بيها، لكن الحمد لله ربنا وفقنا. وفي النهايه اعتقد انه ما فيش حد في جماهير النادي الاهلي مش سعيد ومش فرحان ومش فخور بفرقته. فاوقات كتيره جدا كانت بتعدي علينا صعبه، كنا بنزعل، كنا بننتقد، كنا بنشد شويه على نجومنا وعلى فرقتنا، لكن في النهايه النتيجه 10 على 10، الثلاثيه التاريخيه اللي حققها النادي الاهلي بنختم بيها مشوار صعب ولكنه ناجح، وبنبتدي بيها مشوار اعتقد انه القادم فيه بالتاكيد هيكون افضل. مساء الخير على حضراتكم واهلا وسهلا بكم. والنهارده يمكن يكون بدايه المشوار الى حد كبير جدا مريح، لانه النهارده بتكتمل قائمه الاهلي وبيعود نجومه اللي كانوا غايبين بسبب الاصابه بفيروس كورونا مره ثانيه لتدريبات الفريق. وطمن كمان جماهير النادي الاهلي على طاهر طبعا اللي اصيب في مباراه الاهلي الاخيره وكان يمكن خد غرزتين في راسه، لكن الحمد لله امبارح كان موجود في الجيم، النهارده شارك مع الفريق في التمرينه الرئيسيه. مساء الخير على حضراتكم، وطبعا مساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد، مساء الخير على حضراتكم. حلقه نهايه الاسبوع، وزي ما احمد قال من الاخبار المفرحه الحقيقه لينا انه الاهلي يمكن استعاد كل اللاعبين المصابين اللي كانوا مصابين بفيروس كورونا الحمد لله بعد الشفاء التام، وكان اخرهم طبعا احمد رمضان بيكم اللي جاي من وادي دجله واللي كلنا حاطين عليه امل كبير الحقيقه مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه، وخصوصا طبعا ان هو كان مقدم موسم رائع مع وادي دجله، ده غير طبعا تالقه في المنتخب الاولمبي. كمان زي ما كنا قلنا لحضراتكم امبارح انه ديانج ووليد سليمان طبعا واحمد ياسر ريان كمان تم شفائهم بفيروس كورونا، والحمد لله كلهم دلوقتي في التدريبات، والدنيا الحمد لله كويسه جدا ان احنا نبقى بقى نستعد للموسم الجديد والدوري الجديد، وخلاص مباراه مصر المقصه يوم الاحد. كان لما كنا بنتكلم بالذات قبل ماتشات المهمه ونتكلم في ازاي نحط تشكيل الاهلي، كنا بنبقى يعني ما عندناش خيارات كتير، وفي اوقات كتيره جدا كنا بنبحث عن بدايل لعيبه تلعب في غير مراكزها عشان تسد فجوه في الاجنحه او في خط الدفاع او في نص الملعب. النهارده اتحولت الموضوع او اتحول الموضوع للعكس، النهارده في حاله حيره مين يلعب. كل خطوط النادي الاهلي الحمد لله مكتمله وكلهم نجوم على قدر كبير جدا من الحرفيه ومن المهاره، وجاهزين ان شاء الله باذن الله لبدايه موسم مليء بالاحداث. يمكن الحدث الاهم والاكبر اللي بنستناه في السيزون اللي جاي مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم، خطوه لسه عليها كذا شهر، لكن الحقيقه كل جماهير الاهلي منتظره. في هنا نوستالجيا شويه، في حنين للماضي، بنفتكر مع بعض الاهلي ومشاركاته في كاس العالم في نسخه السابقه، وبنحاول نسترجع. وجيل جديد بالتاكيد، في جيل جديد من جماهير النادي الاهلي يمكن هتشوف فريقها بيلعب لاول مره في كاس العالم اليابان، سمعت قبل كده لكن ما شافتش، السنه دي ان شاء الله او السنه الجايه في بدايتها تشوف، وان شاء الله تكون مشاركه ايجابيه والاهلي يحقق فيها مركز متقدم. يمكن فكره يا احمد ان في خيارات كتير دلوقتي بالنسبه لمستر موسيماني من اللعيبه، دي الازمه اللذيذه اللي الناس بتحبها، اللي جمهور الكوره بيحبها. احنا دلوقتي عندنا الحمد لله فريق قوي ودكه قويه، زي ما احمد قال يمكن كاس العالم للانديه طبعا هدف بالنسبه لنا كبير ومبسوطين جدا ان احنا بنشارك فيه طبعا، وبنتمنى ان احنا نوصل لمركز متقدم عن المركز الثالث اللي حصل مع مستر جوزيه، ولكن الاقرب دلوقتي هو السوبر الافريقي اللي كلنا عينينا عليه. مباراه مش هتبقى سهله ابدا قدام بركان المغربي، لكن كلنا ثقه في اللعيبه. المفروض يكون في اجتماع بكره ان شاء الله مع الكاف عشان يتحدد ميعاد الاخير طبعا للسوبر الافريقي واللي هو الاقرب، يعني المفروض ان هو يوم 18 ديسمبر. نبتدي مع حضراتكم بالحلقه النهارده بالثلاثيه الاهم في تاريخ والاصعب والاطول في تاريخ النادي الاهلي، عوده بطوله دوري ابطال افريقيا البطوله المفضله لدى جماهير النادي الاهلي بعد غياب 7 سنين. كمان البطولة الحقيقة يمكن اللي تكون مفضلة لدى جماهير النادي الأهلي بطولة الدوري اللي حصل النادي الأهلي على لقبها الـ 42، وختمنا الثلاثية التاريخية الحقيقة بإنجاز مهم ولا يقل أهمية بشوفه الحقيقة، رغم أن الناس كتير جدا بتشوفه من حيث الترتيب في المركز الثالث، لكن أنا بشوف أهميته أكتر من حصوله على كأس البطولة نفسها هو تحقيق الثلاثية التاريخية اللي حطت النادي الأهلي كمان في مركز متقدم جدا على مستوى العالم، دوري أبطال إفريقيا، دوري عام، وكأس مصر. نبدأ مع حضراتكم طبعا حلقتنا بأهم العناوين. الأهلي يستعيد جميع لاعبيه قبل مواجهة المقصة في انطلاقة الدوري. موسيماني يعقد جلسة مطولة مع الجهاز المعاون.
بيكم يشارك في مران الأهلي للمرة الأولى. كاف الإعلان عن موعد ومكان السوبر الإفريقي الجمعة القادمة. صحف إسبانيا بتقول رونالدو يحطم سفينة برشلونة. حكم واقعة لقاء باريس وبشاك شهير لست عنصريا والجميع يعلم. بيروحوا نسيانهم سهل والفرق في حبنا للأهلي إنه في نفس غلاوة الأهلي. اسأل على الأهلي وبطولاته هيقول لك وسع للأرض. برحب بحضراتكم مرة تانية، وأكيد هنتكلم طبعا على النادي الأهلي وعلى طبعا الأخبار المحلية، ولكن أحمد كان حابب أن هو يبدأ بالشامبيونز ليج. النهاردة أكيد في مباريات مهمة جدا، ريال مدريد طبعا هيلعب بروسيا مونشن جلادباخ، وكمان هيكون في ماتش مهم لإنتر ميلان. مجموعة فيها قلق كتير علشان كل الفرق لسه عندها فرصة الحسم، والحقيقة أن جمهور ريال مدريد مستغرب أنه بطل البطولة دي 13 مرة ممكن نشوفه بيلعب في الدوري الأوروبي. ممكن جدا ريال مدريد يطلع بره النهارده للاسف، طبعا يعني ما نتمناش ده طبعا عشان جماهير ريال. ليه للاسف؟ احنا بنشجع برشلونه بس عشان في ناس بتزعل، في ناس من جمهور ريال مدريد بيتضايقوا. وامبارح يمكن كنت بقول انه قد ايه لايبزيج هيصعب الماتش على مانشستر يونايتد وحصل، ولكن الحقيقه الالم النفسي موجود عند كل جماهير برشلونه بعد اللي حصل امبارح طبعا، وان كان متوقع من يوفنتوس الخساره طبعا 3-0، خساره ثقيله، وده مش فريق برشلونه اللي احنا عارفينه. هتكلم اكتر عن رايي في الموضوع ده، بس احب اسمع رايك. ده اسمع رايك، لا يهمني اسمع طيب رايك. انا شايفه انه برشلونه طبعا مش ده فريق برشلونه اللي احنا عارفينه. انا شايفه ان انا كمشجع لبرشلونه قبل اي حاجه بشوف برشلونه امبارح في عصر ما بعد ميسي في ظل وجود ميسي. يعني يمكن كنا خايفين برشلونه بعد ميسي هيكون عامل ازاي، ميسي موجود وشايفين برشلونه بالشكل ده، وده بسبب طبعا انه ده برشلونه بقى ما بعد الجيل الذهبي. احنا شايفين دلوقتي الفريق كله لعيبه يمكن دي اول مواسمها في الاحتراف في الكوره، لعيبه عندها 16 و17 سنه، هو ده قوام فريق برشلونه دلوقتي. برشلونه النادي اللي تييري أنري او هنري فاكر قعد سنتين عشان يعرف يلعب فيه اساسي. انا مش ضد ابدا اللعيبه صغيره في السن تكون موجوده، بالعكس هم دول المستقبل، ولكن يكون في قوام اساسي الحقيقه موجود في الفريق ومن خلاله تدخل اللعيبه دي. ده مش فريق برشلونه اللي احنا عارفينه. وكمان برضو عشان ما اكونش ظالمه، يعني اكيد ما كانش في حظ في مباراه امبارح، يمكن الفريق قدر ان هو يخلق هجمات كتير. يعني ميسي مثلا الاحصائيات بتقول انه شاط 11 كوره منهم 7 بين الثلاث خشبات، ولكن ما كانش في اي حظ او اي توفيق. ورونالدو عاد لينتقم زي ما كنت بقول امبارح، هيهدف. طيب برشلونه الاول، يعني عشان الشيء بالشيء يذكر كده، الراجل اللي اسمه كومان ده الله يعني ربيته. الراجل ده الحقيقه خد الفرقه وهوى بيها في يعني هو صحيقه. يعني انا اعتقد انه بارسا عشان يبتدي يفوق تاني ويرجع قدامه كتير قوي. ميسي من غير ميسي، انا قلت لحضراتكم رؤيتي في ميسي، جزء من عظمه هذا اللاعب صحيح هو صاحب امكانيات رهيبه وصاحب ارقام عجيبه، لكن انا اعتقد جزء من اسطوره ميسي صنعها الجيل الذهبي في برشلونه، او بقصد بدا بيول انيستا تشابي وغيرهم يعني نجوم كتيره جدا. الكوكبه دي صنعت جزء من بريق ليونيل ميسي، لكن ليونيل ميسي من غير دول اعتقد ان حضراتكم شفتوا مش عارف بقى سدت نفس عشان اللي حصل في اول السيزون، ولا هو خلاص عايز يمشي، ولا مش فارقه معاه يعني. لكن في النهايه ان المردود صفر. لكن اللي لفت نظري الحقيقه في النسخه دي من تشامبيونز ليج نقطه مهمه جدا، كبار اوروبا. وخدوا بال حضراتكم كلمه كبار دي مرتبطه بحاجتين مهمين جدا، عدد بطولات وشعبيه وجماهيريه. يعني ما تقدرش تقول على نادي كبير في اوروبا من غير ما تقول ان النادي ده صاحب القاب، وخصوصا القاب قاريه. نادي زي مانشستر يونايتد، نادي زي اي سي ميلان، نادي زي ريال مدريد، وما تقدرش تقول على نادي في اوروبا نادي من ضمن الكبار الا ما يكون برضه صاحب شعبيه وجماهيريه كبيره زي الانتر وزي البارسا وزي البايرن ميونخ. ايه اللي بيحصل لكبار اوروبا؟ يعني خليني اقول لحضراتكم انه مانشستر يونايتد في فتره من الفترات كان بعبع القاره الاوروبيه. ريال مدريد هو طبعا نادي القرن في اوروبا ويعتبر اكبر نادي في اوروبا. الانتر كان ليه صولات وجولات. البارسا وما ادراك ما البارسا. ايه حاله التراجع الرهيبه دي وهزايم ساحقه وهزايم على ايد فرق صغيره جدا؟
يبقى الاهلي الحقيقه افتكرت الحمد لله على نعمه الاهلي، كبير طول العمر، كبير طول المشوار، 113 سنه لم يخفق فيها ولم يعني يعبر في فتره تعرض فيها لكبوه تجاوز عددها مواسم ومواسم. اللقطه كده الحقيقه جت في دماغي وكان لابد ان احنا نذكرها النهارده في بدايه حلقتنا. نيجي بقى لاخبار فرقه النهارده، فرقتنا النهارده والحقيقه زي ما قلت لحضراتكم يعني الحمد لله النهارده بتكتمل قائمه الاهلي باستثناء طبعا المصابين والغايبين بقى لهم فتره، الاصابه الاخيره الاجايه واصابه كابتن محمود متولي، فيما عدا ذلك كل اللعيبه اللي اصيبت بفيروس كورونا وغابت الفتره الاخيره عن الماتشات او والتدريبات رجعت مره ثانيه بسلامه الله للفريق. واخر المتعافين من فيروس كورونا كان احمد بيكهام، احمد رمضان بيكهام اللي انضم للنادي الاهلي ويمكن بعد 24 ساعه من الاعلان عن الصفقه اصيب بالفيروس كورونا، كان جاي لنا طبعا من وادي دجله وان كان مش غريب على القلعه الحمراء. كمان الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم هيكون جاهز طبعا للتدريبات او شارك في التدريبات وهيكون جاهز للماتشات. كمان كابتن وليد سليمان واليو ديانج واحمد ياسر ريان تم الاعلان عن يعني شفائهم من فيروس كورونا وشاركوا النهارده في تدريبات الفريق وان شاء الله يكونوا جاهزين للماتشات اللي جايه. طيب بيتسو موسيماني المدير الفني طبعا للنادي الاهلي عقد جلسه طويله مع طبعا الجهاز المعاون على هامش مران الفريق النهارده علشان طبعا الترتيب بقى المرحله اللي جايه اللي هتشهد بدء مشوار الفريق ان شاء الله في نسخه الدوري الجديد للموسم 2020-2021. وزي ما حضراتكم عارفين احنا هنبدا بقى رحله الدفاع عن اللقب المحلي بمواجهه مصر المقاصه يوم الاحد اللي جاي على استاد الاهلي الجديد بمدينه السلام. طيب نيجي للسوبر افريقي، مباراه مرتقبه ومباراه منتظره، جماهير النادي الاهلي شايفه ان يمكن تكون اهم ماتش للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه. صحيح هنبتدي مشوار دوري الابطال وصحيح الدوري راجع وعندنا مواجهات مهمه فيه، لكن بالنسبه لنا مباراه كبيره وبطوله في نفس الوقت مهمه وماتش صعب مع نهضه بركان المغربي بطل الكونفدراليه. كان في تضارب كبير في موضوع الاعلان عن المكان او الدوله اللي هتستضيف المباراه وعن الميعاد المحدد ليها. خليني اقول لحضراتكم ان الاتحاد الافريقي وده كلام نهائي بقى اكد، الكاف طبعا اكد انه الاعلان عن موعد وعن مكان مباراه كاس السوبر الافريقي في نسخه 2020-2021 هيكون يوم الجمعه الجاي ان شاء الله. يوم الخميس اللي هو بكره ان شاء الله الكاف هيكون عنده اجتماع هياخد فيه مجموعه من القرارات من ضمنها القرارات المرتبطه او المتعلقه ب كاس سوبر افريقيا، سواء فيما يتعلق بالمكان مكان اقامه المباراه او فيما يتعلق بالميعاد الاكيد والميعاد النهائي اللي هيتم اعلان عنه. ويوم الخميس ان شاء الله هيكون الاجتماع، يوم الجمعه هيكون في مؤتمر صحفي هيتم فيه الاعلان عن او الكشف عن قرارات المكتب التنفيذي للكاف، وفيما ومن ضمنها كمان هيكون ان شاء الله باذن الله موعد ومكان اقامه السوبر. ولكن حتى اللحظه المرجح بشده انه ان شاء الله يكون يوم 18 من الشهر الحالي. طيب نروح بقى طبعا للكره العالميه والصحف العالميه اللي طبعا سلطت الضوء على الهزيمه الكبيره بثلاثيه نظيفه اللي حققها يوفنتوس الايطالي على حساب برشلونه الاسباني في المباراه اللي كانت طبعا على ملعب كام نو في الجوله الاخيره من دور المجموعات بدوري ابطال اوروبا. يمكن صحيفه ماركا الاسبانيه قالت ان رونالدو يدفع برشلونه نحو الهاويه، اما صحيفه سبورت الكتالونيه نشرت صوره لميسي وقالت ضربه جديده في إشارة طبعا لتوالي خيبات الأمل على الفريق. صحيفة موندو ديبورتيفو قالت سفينة برشلونة تتحطم في أوروبا. وعلى صعيد الصحف الإيطالية يمكن صحيفة لا جازيتا ديل سبورت قالت رونالدو يقهر ميسي، وقالت كمان صحيفة تانية الملك هو رونالدو. خسارة برشلونة أمام يوفنتوس طبعا هي الأولى على ملعب كام نو من 2013 وأول هزيمة لبرشلونة في دور المجموعات على ملعبه من 2009، وطبعا الفريق فشل في أنه هو يحصل على المركز الأول بدور المجموعات بالبطولة الأوروبية من موسم 2006 و2007. يمكن هزيمة برشلونة مش غريبة على الجماهير زي ما قلنا، ومش غريب لو برشلونة أنهى الموسم الحقيقة في ترتيب متأخر في الدوري الإسباني أو كمان خروجه من دوري أبطال أوروبا للأسف. لكن خليني أقول لك إنه خريطة الكرة يبدو إنها بتتغير، يعني النهاردة من ضمن الماتشات اللي حضراتكم برشحها لكم إنكم تتابعوها في ماتشين أعتقد هيكون فيهم كرة حلوة، بداية ريال مع مونشن جلادباخ، ومونشن جلادباخ
فرقه الحقيقه بتقدم كره اكتر من رائعه. في كل فتره كده بتطلع فريق نجوم مش معروفه، اسماء مش معروفه، مجهوله الهويه، لكن حاله الانسجام وحاله التنظيم وحاله الرغبه والاراده اللي بتبقى عند التيم كله مش عند مجموعه لعيبه نجوم بتبقى اكتر من رائعه وبتكون ليها نتيجه. يعني شفنا مثلا سبورتنج لشبونه في سنه من السنين بياخد دوري ابطال اوروبا، شفنا ليستر سيتي في سنه من السنين بيطلع من دوري الدرجه الثانيه ياخد البريمير ليج الدوري الانجليزي، شفنا مارسيليا في سنه من السنين، شفنا اياكس امستردام في سنه من السنين، كل فتره زي لايبزيج السنه دي عامل سيزون اكتر من رائع. حضراتكم متخيلين مجموعه فيها ريال مدريد، فيها انتر ميلان، فيها شختار، فيها مونشنجلاد، فيها لا سوري لايبزيج، لا مش لايبزيج، لا مين الرابع؟ مش معاهم، لايبزيج مع مانشستر يونايتد، مع مانشستر يونايتد. احنا بنتكلم على شختار والريال وانتر. المهم يعني بصراحه انا حتى مش فاكر اسم الفرقه الرابعه، لكن المهدد بالخروج مونشنجلادباخ، صح مونشنجلادباخ المهدد بالخروج بالمجموعه دي الانتر والريال، الفرقتين اللي اساسا كانوا مرشحين ان هم يكملوا الادوار اللي بعدها. وبالتالي زي ما قلت لكم في حاجه بتحصل في خريطه الكره بشكل كبير جدا، وليست بالاسماء فقط الحقيقه من الممكن انك انت توصل او تحقق البطولات. فكره خروج ريال مدريد النهارده او على الاقل يعني انه خسارته النهارده، بلاش خسارته النهارده هتبقى صعبه قوي بالنسبه لجماهير الملكي. خساره الريال اقاله زيدان يعني على طول، يعني ما مع انه كان عامل الحقيقه يعني قبل ما يرجع تاني كان عامل معاهم يعني موسم قوي جدا يعني. طيب ده درس تاني من الدروس المستفاده بيتهيألي بتعلمه لنا الكوره، انه مش من الضروره انك انت تكون لاعب سوبر عشان تكون مدرب سوبر. لا بس زيدان مدرب سوبر يا احمد، لسه بدري قوي على زيدان عشان يبقى مدرب سوبر. لا احنا سيبك من ان هو رجع لهم دلوقتي، لما كان معاهم في الاول من الكلام ده من سنتين، انا عندي مشكله في السنين مش فاكره في سنه كام، كانوا واخدين الثلاثيه تقريبا معاه وكان واخدين دوري ابطال اوروبا ثلاث مرات. طيب يعني عشان نحكم على مدرب بان هو سوبر، بدايه لازم المشوار يكون واحد طويل، نمره اثنين لازم يكون ليه بصمه مع اكتر من نادي. اقدر اقول على بيب جوارديولا انه مدرب سوبر، اقدر اقول على يورجن كلوب انه مدرب سوبر، اقدر اقول على فيركسون مثلا قبل كده انه مدرب سوبر، لكن زيدان لسه شويه. عشان انت بس ما بتشجعش ريال مدريد ولا انا بشجعه، بس حرام بديله حقه. زيدان انا في اوقات كنت بحب اتفرج على 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 الريال عشان خاطر انا بحب زيدان كلاعب، واحد من اللعيبه الممتعه طب هيخسر ولا هيكسب النهارده؟ اعتقد انه ماتش صعب قوي قوي، خصوصا انه الحافز على عند مونشنجلادباخ عالي جدا، وبالتالي والتركيبه بتاعه المجموعه طبعا الانتر باي باي خلاص، الانتر غالبا على اليوروبا ليج لو قدر ان هو يحقق نتيجه ايجابيه النهارده. طب لو زيدان فعلا مشي، انت شايف مين الاصلح ان هو يقود ريال مدريد في الفتره الجايه؟ في مشكله كبيره جدا في الريال والبارسا مرتبطه ب الليجا الاسبانيه، الليجا فقدت بريقها يعني انا شايف انه السنه دي يقولوا ونتحاسب في اخر السيزون، السنه دي اتلتيكو مدريد هو بطل الليجا الاسبانيه، واعتقد انه الفريق الاقوى واللي هيسيطر بشكل كبير جدا على البطولات. على فكره انا معاك في ان ضعف ريال مدريد او برشلونه بيضعف الطرف الثاني، والعكس يعني المنافسه بينهم هي بتقوي الاثنين او بتضعف الاثنين. عشان كده انا اتمنى في الدوري عندنا السنه الجايه يبقى في منافسه قويه، يعني طبعا انا يهمني انه ما يبقاش الاهلي لوحده كده بيحلق لوحده، بقى يكون في منافسه يعني طبعا في الدوري المصري طبعا. ده في مصلحه الاهلي، يعني انا مش بقول كده عشان بس المسابقه تبقى قويه، لكن لما يكون معايا اربع خمس فرق بتنافسني، الاسماعيلي يرجع، الاتحاد يدخل مع الزمالك مع بيراميدز، يبقى في خمس ست فرق بيلعبوا مع الاهلي ماتشات قويه وبيبقى في صراع على القمه، ده مفيد جدا لنادي الاهلي لانه بيبقى بيخلي اللعيبه تطلع اقصى ما عندها، بيخلي حاله التركيز على في اعلى مستوياتها، وده في النهايه طبعا بيصب في مصلحه احكي لنا حكايه بقى الحكم العنصري. طيب طبعا اللي اتفرجوا على ماتشات امبارح وخصوصا اللي بيشجعوا باريس سان جيرمان كانوا على موعد مع لقاء بي اس جي مع بشاك شهير التركي، 17 18 دقيقه عدت من الماتش وحصل المشهد اللي حضراتكم شايفينه على الشاشه، المباراه توقفت في حاله حيره، يعني انا الاول قعدنا لمده دقيقتين ثلاثه مش فاهمين ايه اللي بيحصل. كواليس الموضوع انه احد الاداريين في فرقه بشاك شهير التركي تعرض زي ما بيقول يعني حسب شهادته، زي ده اللي ظاهر قدام حضراتكم في الشاشه، تعرض حسب شهادته ل يعني اعتداء لفظي وصف بالعنصري من الحكم الرابع، وهو بالمناسبه حكم روماني، وبالتالي تضمنت الفرقه فرقته فرقه بشاك شهير اسطنبول بشاك شهير مع الاداري بتاعها وقرروا ان هم ينسحبوا من المباراه.
انا كنت يعني كنت فاكر في الاول انه الموضوع في حاله خلاف او في حاله حاجه على الكوره، يعني في مشكله في الملعب نفسها، لكن اتضح ان المشكله خارج الملعب. ومن المفترض طبعا، خليني اقول لحضراتكم كمان انه في بعض لاعيبه باريس سان جيرمان، يعني زي ما هو ظاهر في الصوره اللي واقفين جنب بيرو الاداري في بشاك شهير، كانوا نيمار الصوره اللي فاتت على طول، نيمار وامبابي هم كمان نجوم باريس سان جيرمان، اعلنوا عن تضامنهم مع اداري الصوره دي بالظبط كده، اعلنوا عن تضامنهم مع اداري فريق اسطنبول بشاك شهير. وزيره الرياضه الفرنسيه اعلنت تضامنها معاه، على الرغم من انه الحكم حتى اللحظه بيؤكد انه اللفظ ده في اللغه الرومانيه لما بيستخدم لا يعتبر اساءه، هو وصفه بلونه، وصفه بلون بشرته، وبالتالي بالنسبه للاداري ده كان فيه نوع من انواع العنصريه. لكن خليني اقول لحضراتكم كمان انه، ودي بقى فايده التكنولوجيا، السماعه اللي حضراتكم شايفينها على السماعه والميكروفون، اداه التواصل اللي بتبقى موجوده بين الحكم وبين المساعدين اثناء المباراه، في جهاز بيسجل كل ما يصدر عن طاقم التحكيم اللي بيدير المباراه، واعتقد من السهوله الرجوع لنص الكلام اللي اتقال. لكن الراجل بيقول ما بينفيش، يعني الراجل ما بينكرش ان هو قال اللفظ، لكن بيقول انه في اللغه الرومانيه ده لفظ عادي جدا ولا يعبر عن اي اساءه، وكل من يعرفني يعرف تماما انني لست عنصري. ده على حد تعبيره. تانية يا احمد، انه انت ليه بتقول اسود، بتقول عليه اسود وما بتقولش على اي شخص تاني بتناديه بلون بشرته برضو ان هو ابيض، او بتوصفه أو أخضر باللون ده، او اصفر، اكيد هو اسمر وابيض. بس يا احمد، على العموم يعني، على اي حال خليني اقول لحضراتكم انه المباراه النهارده تكون الساعه 8 وتبدا من الدقيقه 16، يعني من الوقت اللي وقف فيه بالظبط المباراه امبارح. لسه في كلام كتير، وكمان ضيفنا النهارده الحقيقه كابتن مصطفى عفروتو، يعني حبيب الاهلاويه، هنتكلم معاك كتير على النادي الاهلي، لكن الاول نروح لفاصل ونرجع مره ثانيه. طيب قصتنا دلوقتي وحكايتنا على الكرة الأرجنتينية، وفي شك يعني كل بيحب الكرة يعشقوا التانجو الأرجنتيني، ويعشقوا كتير من النجوم الحقيقة على مدار أجيال متعددة، يعني يتكلم من أول ما اتفرجت كرة طبعا، فالدانو وبروتشاجا، وصولا لديبالا وأجويرو دلوقتي، وفي النص في عندك نجوم كتير جدا، زانيتي، عندك خوان سيباستيان فيرون، عندك كتير جدا من اللعيبة. لكن على مستوى الأساطير عندنا اسطورتين محدش يختلف عليهم، دييجو ارماندو مارادونا وليونيل ميسي. وبيقال يعني ان اللي سبقونا شويه في الفرجه على الكوره والمتابعه بيقولوا ان ماريو كامبس كان واحد برده من الفلتات اللي قدمتها الارجنتين، بس انا ما اتفرجتش على كوره كتير ليه، لكن اللي انا فتحت عيني عليه دييجو ارماندو مارادونا، واللي شفناه وما زلنا بنتابعه لغايه دلوقتي هو ليونيل ميسي. خليني اقول لحضراتكم انه طبعا وفاه مارادونا يعني كانت صدمه كبيره جدا لكل عشاق الكوره في العالم كله. واللي يمكن زود الموضوع اكتر شويه حاله الغموض وحاله الملابسات، او الملابسات اللي صاحبت حاله الوفاه، الكلام على اتهامات، والكلام على انه الطبيب النجم الارجنتيني كان تسبب في وفاته قصد او دون قصد، ده اللي احنا مش عارفينه بشكل كبير جدا. كلام كمان على ميسي وعلى مصيره، وخصوصا بعد الكبوات اللي حصل في الفتره الاخيره مع البارسا، سواء في نهايه تشامبيونز ليج النسخه الاخيره وخسارتهم 8-2 امام البايرن، او حتى البدايه الصعبه والضعيفه جدا للبارسا على مستوى الدوري المحلي، على مستوى الليج الاسبانيه، وعلى مستوى كمان دوري ابطال اوروبا رغم تاهله، لكن احنا بنتكلم على خساره صعبه جدا امبارح امام اليوفي. من خلال تقنيه الفيديو كونفرنس هيكون معانا من الارجنتين الصحفي الارجنتيني فرانكو مينا، اللي طبعا هنتكلم معاه على الاسطورتين. بداية فرانكو، بحب أرحب بيك على شاشة الأهلي في السادسة، أهلا بيك معنا. أهلا بكم جميعا، إنه من دواعي سروري أن أكون معكم هنا في مصر. كل عشاق كرة القدم في كل أنحاء العالم الحقيقة يمكن صدموا بوفاة الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، لكن بتصور كمان أنه رد الفعل داخل الأرجنتين كان مضاعف. يا ريت توصف لنا يعني ازاي استقبلتوا الخبر ده، وايه هي اهم ردود الافعال اللي رصدتوها في الارجنتين؟ بالفعل هذا ما حدث. بالفعل نعرف ان الجميع في العالم قد تمكن من قلبه الحزن بل الاحزان لموت مارادونا، ليس فقط لانه ارجنتيني لكنه احد اساطير كره القدم، وليس فقط على مستوى كرة القدم الأرجنتينية، لكن مارادونا في الأرجنتين
لا نعتبره فقط لاعبا لكرة القدم، هو بالفعل لاعب أسطوري، هو بالفعل لاعب فذ، لكنه أيضا على المستوى الشخصي شخص يحبه الجميع حتى خارج ملاعب كرة القدم. كان دائما مع الجميع في الأمور السياسية والأمور الاقتصادية والأمور الاجتماعية. يمكن أن نتحدث عن مارادونا كشخص قد حيا حياة أسطورية، كما لو كانت فيلما سينمائيا، كما لو كانت مسرحية من مسرحيات المآسي القديمة. هذا الرجل الذي كان يقوم ويقع، كان ينجح ويفشل، كانت قصة حياته عظة للجميع. الجميع يعتبرونه هنا في الأرجنتين شخصا لا يموت، شخصا سيصيبه الخلود رغم أنفه. لذلك كان الحزن على مارادونا حزنا لا وصف له. فرانكو، خليني بس أعرف الأول التفاصيل متعلقة بما بعد الوفاة، لأنه الحقيقة يمكن كان في كلام عن فتح التحقيقات في ملابسات وفاة مارادونا بعض الاتهامات اللي وجهت للطبيب المعالج بأنه تسبب بشكل مباشر في وفاة مارادونا. بالفعل تدور كثير من الروايات وكثير من التفسيرات والتأويلات حول موت مارادونا. مارادونا نعرف جميعا أنه كان قد أجرى عملية جراحية في رأسه قبل الموت، لذلك الكثيرون يعتقدون أن الطاقم الطبي قد وقع في جريمة الإهمال في المكان الذي كان فيه، ولم تستدعى الإسعافات الطبية على وجه السرعة. وبالنسبة لشخص مثل مارادونا ومريض وبعد أن أجرى جراحة في المخ في الرأس، كان يجب أن يكون هناك رقابة أكثر، ليس في بيت كالذي يبيت ينام فيه الجميع، لكن كان عليهم أن يجدوا أن يكون مارادونا مستضافا في مستشفى مختلفة. لكن نعتقد أن الطاقم الطبي وكل من كان يحيط بهم أهملوا في إسعافه وأهملوا في الاعتناء به. الكثيرون هنا يعتقدون أن موت مارادونا كان يمكن أن يتجنب. لو كلمت معاك على مظاهر تخليد ذكرى نجم كبير بحجم دييغو أرماندو مارادونا، سواء على مستوى النادي اللي كان بيلعب ليه بوكا جونيورز أو على مستوى حتى الدولة، احنا يمكن كان في خبر بيتكلم على أنه البرلمان الأرجنتيني طلب بالفعل أنه يتم طباعة صورة مارادونا على العملات الورقية في الأرجنتين. ما نما إلى علمي أن هذا صحيح، لكن لم يؤكد هذا الخبر. لكن ما أكد بالفعل وأصبح يقينا بيننا هي التمثال الكبير الضخم الذي سيرفع عنه ستار في بالقرب من أحد المطارات المهمة. هذا المطار بالمناسبة هو المطار الأهم في بوينس آيرس. هذه كانت وصيته بالمناسبة، أحد وصايا مارادونا أن يضعوا له تمثالا في على بوابة وصول من يصل إلى الأرجنتين حتى تظل ذكراه حاضرة دائما. الآن يتداولون مسألة الورقة أو العملة ذات 10 بيزوهات والعملة أخرى 50 بيزو، لكن الاختلاف على أي عملة سيضعون صورته. لذلك لم يتأكد الخبر بصورة يقينية، لكن أعتقد بسبب دوران الخبر بهذه القوة قد تكون المسألة صحيحة وقريبة من التنفيذ. إزاي كنت بتشوف العلاقة اللي بتربط بين مارادونا وبين ليونيل ميسي؟
في بداية مسيرة ميسي الكروية كان دائما مارادونا بجانبه على المستوى المعنوي، دائما ما كان يدعمه بصور مختلفة واقترب منه بعد ذلك عندما اختير مارادونا كمدير فني للمنتخب الأرجنتيني، ثم بعد ذلك ضغط عليهم حتى يضع له شارة الكابتن كابتن الفريق. هذه الفكرة كانت فكرة مارادونا من بداية مسيرة ميسي، لذلك كانت علاقتهما علاقة مهمة قوية جدا، لأن مارادونا بالمناسبة كان كالطفل يغضب من شخص ما ويختلف معه في الصباح ثم في المساء يذهب ويتصالح معه، لذلك كل ما كان يقال عن اختلاف مارادونا مع شخص أو آخر، وإذا ما أطلق مارادونا كلمة أو أخطأ في التعبير أو أنه اتهم ميسي في بعض الأحيان بأن ميسي ليس شجاعا بالمستوى المطلوب حتى يقوم بانتشال الفريق الأرجنتيني والحصول على بطولة كبيرة، كل هذا كان يطلقه مارادونا من وقت لآخر عندما كان يسأل عن تقييمه لأداء الفريق الأرجنتيني على المستوى الوطني الأخير في البطولات العالمية، لكن هذه التصريحات كانت تصريحات بشخصية مارادونا الذي يغار على بلده وعلى منتخب بلده، لكنه كان على الملأ بعد ذلك ما يعترف مرارا وتكرارا بأن ميسي موهبة لا تعوض، وأن ميسي موهبة كبيرة، وأن ميسي يجب أن يرعاه ليس فقط الأوروبيون أو برشلونة إلى آخره، لكن أن يرعاه العالم أجمع. لكن هذا لا يمنع أن مارادونا كان من حقه أن يقوم بنقد المستوى والأداء، لذلك كان كثير من الصحفيين ما يستغلون هذه الفرص لإشعال النيران على مستوى. طيب خليني أسألك برضو، لأنه لسنين طويلة جدا عشنا على سؤال، أو جماهير الكرة في العالم كله عاشت على سؤال، من الأفضل بيليه أم مارادونا؟ أعتقد أن السؤال في الأرجنتين من الممكن أنه يكون بشكل مختلف، وهل دايما في مقارنة من وجهة نظر الجماهير الأرجنتينية في فكرة من هو الأفضل، مارادونا أم ميسي؟ هذه المعضلة الموجودة في العالم كل على مستوى كثير في الأرجنتين بالطبع الحكم ليس موضوعي، حكم وجداني، أن مسألة بالنسبة إلينا مارادونا، بالإضافة إلى أن مارادونا أصغر من بيلين بحوالي 20 عاما، سجلت له مباريات كثيرة جدا، سجلت له لقاءات كثيرة جدا، الكثيرون منا ومن جيلنا لم يشاهدوا مباريات بيليه في وقتها، لم ينفعلوا بها، طريقة اللعب كانت مختلفة، بالإضافة لأن مارادونا كان اللاعب الذي يزرع الملعب جيئة وذهابا، بينما كان بيليه دائما ما يبقى في الصندوق، كان محرزا للأهداف من الطراز الأول، لكنه كان لا يغادر صندوق إحراز الأهداف، لكن مارادونا كان يدخل من هنا ويخرج من هنا من على الأجناب من المنتصف لذا، لكن أيضا يسجل لبيلي أنه فاز مع البرازيل بثلاثة كؤوس لكأس العالم. لكن مارادونا ما قام بفعله. من وجهة نظرك أنت شخصيا، مارادونا أم ميسي؟ مين الأفضل من وجهة نظرك أنت شخصياً ومن وجهة نظر الجماهير في الأرجنتين، دييغو أرماندو مارادونا ولا ليونيل ميسي؟ bueno sí no a ver yo creo que la gente más joven los chicos de أعتقد أن الشباب هؤلاء في العشرينات دائما ميسي، لأن هذه الذاكرة التي يمتلكونها في آخر 15 عام، هو اللعيب الأكثر شهرة في العالم الاحتراف، هو الأغلى، هو
الموجود دائما هو السبب الأساسي في فوز برشلونة العديد من الألقاب، بطولات دوري، بطولات كأس، بطولات أوروبية إلى آخره، كل هذا بالإضافة إلى أنه يبدو دائما محترفا لا يخرج عن نطاق الاحتراف. لكن مارادونا كان دائما محترف أحيانا وأحيانا أخرى يأتي بالمشاكل من كل الجوانب ومن كل الأماكن. هل تتوقع فرانكو أنه نتائج البرسا الضعيفة في الفترة الأخيرة في نهاية الموسم الماضي وفي بداية الموسم الحالي بتكتب نهاية قصة ميسي مع البرسا؟ اختم قولي عن ميسي ومارادونا أن أفضل ما في مارادونا يكسب أفضل ما في ميسي، وأفضل ما في ميسي يكسب أفضل ما في مارادونا. يعني على مستوى الاحترافي والالتزام يكسب ميسي، على مستوى اللقطات الفنية يكسب الاثنين، لكن مارادونا له مذاق خاص. فمارادونا هو صاحب الهدف الأشهر في 100 عام الأخيرة، الهدف في إنجلترا، خاصة أن هذا الهدف جاء بعد هزيمة الأرجنتين في حرب مشهورة ضد إنجلترا، حرب الفولكلاند. لذلك كانت المسألة بالنسبة للأرجنتينيين مسألة حياة أو موت، لم يكن فقط هزيمة إنجلترا إلى آخره. في عام 90 أيضا عندما هزمت الأرجنتين البرازيل وإيطاليا إلى آخره. لذلك أن ميسي على مارادونا على مستوى المنتخب الوطني أحرز ما لم يحرز ميسي من انتصارات، لكن على مستوى الالتزام والمهنية والفوز مع النوادي إلى آخره. لذلك سيبقى مارادونا أكثر خلودا من هذه الناحية. فرانكو مينها الصحفي الأرجنتيني، بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا، وأعتقد أنه ميسي من حقه يكون لي فقرة منفصلة. بشكرك شكرا جزيلا وبشكر حضراتكم، وإن كنت الحقيقة يمكن من الناس اللي بتميل أكثر ل مارادونا، بعتقد انه يعني لاعب عبقري، صعب جدا انك انت تشوف نموذج يتكرر بشبه الستايل والاداء والمهاره والفكر واللياقه اللي كان بيتمتع بها النجم الارجنتيني الراحل. برحب بحضراتكم مرة تانية، والحقيقة أنا سعيدة أن أنا معي كابتن مصطفى عفروتو اللي دايما بقول عليه لاعب كبير، مهارات كبيرة، ومش بس كلاعب كبير، وكنا بنشوف في منتخب الشباب كان مأدي إزاي، وكمان مع النادي الأهلي، ولكن كمان على المستوى الشخصي بحب جدا أتكلم معاه في الكورة، وحد أخلاقه عالية جدا ودمه خفيف جدا، ومنورني يا كابتن عفروتو. انا مبسوط اللي انا معاك يا ساره، ودايما بالتوفيق كده، ومنوره شاشه النادي الاهلي، والف مبروك للنادي الاهلي وادارته وجماهيره الثلاثيه، وعقبال الرابعه في الطريق ان شاء الله. والنهارده بقى اسعد يوم في حياتي، النهارده عيد ميلاد بنتي لهفه 9/12. كل سنه وهي كل سنه وهي طيبه، تمت 5 سنين، ف كل سنه وهي طيبه، كل سنه وهي طيبه، ويا رب تشوفها دايما كده حاجه كبيره وتبقى مبسوط بيها. وهي ما اسمهاش لهفه صح؟ اسمها تاليا. تاليا إيه بس بقى؟ احنا لهفه يعني من مسلسل من المسلسل. ربنا يخليها لك يا رب ويحفظها لك. تقريبا كل ما اشوفك اقول لك ان انا حضرت ماتش مصر وكوستاريكا وانا صغيره وبتفرج ومنتخب الشباب. انت مكبراني ليه؟ لا يعني كنت اصغر من كده شويه. يا رب اشوفها زيك يا ساره كده ان شاء الله، واحسن مني كمان. ربنا يخليك. نبدا بقى من دوري ابطال افريقيا كده، وشويه قبل ما ندخل في الفنيات انا عايزاك تقولي شفت ماتش الاهلي والزمالك ده في النهائي فين، وكانت الكواليس عامله ازاي؟ بص انا في منطقه شعبية، فكنت بتفرج مع أصحابي، كنا في قهوة قاعدين عادي بنتفرج على الماتش. كنا أول ما جبنا الجون بصراحة كان الموضوع صعب، مش عايز أقول لك على الفرحة اللي كانت أول فينا. أول جون خالص بتاع السلية كان لسه في أول 5 دقايق، فكانت حاجة بصراحة، حاجة احنا قلنا بقى خلاص هنكسب 3-4. فقعدنا بقى طول الماتش لما الزمالك اتعادل ابتدينا شوية ايه اللي احنا كان هدفنا الرئيسي، حتى واحنا قاعدين انا ومعظم صحابي الحمد لله بنفهم كوره، كان هدفنا الرئيسي اللي احنا ناخد البطوله، ما كناش مركزين اللي احنا نلعب كويس او لا، احنا كان هدفنا الرئيسي اللي احنا نحافظ على البطوله، وكان نفسنا ناخد البطوله التاسعه. فالحمد لله ده حصل، يعني الدنيا اترجت يعني عندنا بصراحه. جون قفشه بقى. ما انا بقول لك الدنيا عندنا اترجت خالص بصراحه، يعني بصي كان صوت الاهلاويه متهيالي كان البيوت بتقع عندنا. كان عندك اي شك في النص كده يا كابتن انه ممكن لا قدر الله مثلا الماتش ما يروحش لينا، خفت بعد التعادل؟
لا ما خفتش، بالعكس يعني انا اصل انت كان عندك ثقه كبيره قوي لما اتكلمنا قبل افريقيا وقلت لي انه انا واثق في المدرب وفي الجهاز الفني وفي اللعيبه انه افريقيا بتاعتنا قبل المباراه، قبل حتى ما يتحدد ان الزمالك هو الطرف الثاني. وكمان يا ساره برضك احنا مش عايزين بس نقول حاجه للجمهور، اللي احنا معظم اللعيبه بتاعتنا برضك يا عيني كان برضك مش معظم اللعيبه كانت في حالتها. انت برضك لو معظم اللعيبه بتاعتنا في حالتها كان الموضوع فرق معانا 180 درجه. احنا كنا خلصنا الماتش من الشوط الاولاني. بس يعني مثلا لو حسين الشحات كان فايق كنا ممكن نكسب 3-4، لو أجاي كان فايق بس برضو بكتر خيرهم، انت فاهمة، ضغط عصبي وبطولة كبيرة زي ديت والجمهور على طول في ظهرهم عايز البطولة دي، والحمد لله اللي هم كانوا عند حسن ظننا يعني الحمد لله. طيب الموسم كان صعب يا كابتن زي ما بتقول، ويمكن زحمة مباريات كتير، وبنتكلم كمان على موسم جديد هيبدأ خلاص يوم الحد اللي جاي، أول ماتش للأهلي في الدوري، ومع ذلك النادي الأهلي محقق الثلاثية وإن شاء الله تبقى الخماسية، شفت ده إزاي؟ بص دي حاجة مش جديدة عن النادي الأهلي، يعني خلينا نبقى بنتكلم بواقعية. يعني انت لما تسألي أي واحد أهلاوي يقولك ده طبيعي، خلاص ينسي اللي فات بقى ونركز في البطولة بتاعت يوم 18 اللي جاية دي إن شاء الله. فدي حاجة مش جديدة عن النادي الأهلي يا سارة زي ما بقولك. فإحنا على طول النادي الأهلي معودنا، النادي الأهلي بالناس اللي موجودة بتبقى متواجدة في النادي الأهلي في المنظومة اللي في النادي الأهلي، لازم إحنا حتى الجمهور بيطلب على طول البطولات، احنا مركزين في البطولات، احنا مش بنركز في الاداء، مش بنركز في الامور التانية دي خالص. فاحنا مركزين كل شوية، احنا مش بنشبع، عايزين بطولات كل شوية. اكيد. طب خليني اسالك على الصفقات الجديده للنادي الاهلي، مش بس عوده المعارين واللي اكيد فارق جدا، واكيد القائمه دلوقتي افضل من قبل كده بكتير، يعني احنا دلوقتي الحمد لله عندنا فريق قوي ودكه قويه ان شاء الله، بس عايز اسالك مثلا من البدايه كده، شايف ازاي بدر بنون يمكن لعب مباراه الكاس النهائيه وكان يعني حد واثق في نفسه جدا، كان حد في الملعب، مفيش ميس باسز يا كابتن، اللاعب كان قوي يعني في الملعب، لاعب قائد. عايز اعرف انت شايف الصفقه دي ازاي، شايف اللاعب ده ازاي؟ انا شايف بصراحه بدر بنون هيبقى اضافه للنادي الاهلي، لان هو مع موسوماني من اللعيبه اللي بتعرف تبني هجمه من تحت. فدي الفكر بتاع موسوماني، وهو كمان عنده القدرات ديت، عنده القدرات اللي هو يقدر ياخد الكوره ويطلع بيها لنص الملعب، يطلع بيها لقدام، يقدر. انت برضك لو كنت يعني انا كنت مركز معاه برضك في نهائي كاس مصر، الراجل لا بيعمل سرهات من ورا وبيعمل اسيستات، يعني الراجل لا عنده كوره وعنده كمان حريه، لو اداله حريه كمان اللي هو يطلع من ورا لقدام ويخلي حد يغطي عليه مثلا ايمن اشرف مثلا، فلا هيفرق معانا كتير جدا قدام. محمد طاهر طاهر انا متنبأ لطاهر ان شاء الله اللي هو هيبقى صفقه ناجحه، وتحس اللي هو ابن من ابناء النادي الاهلي، عنده روح لفت الانظار من اول ما نزل من اول دقيقه، فاتمنى له التوفيق يا رب ويبقى عند حسن ظننا واحنا في ظهره ان شاء الله. اكيد طبعا. وبيكم بقى، اصل بيكم ابننا. يعني بيكم ابننا، يعني من ناشئين النادي الاهلي ومن الدفندرات اللي هي بتعرف تلعب كوره، وهو لعيب كوره كويس جدا. فنتمنى له التوفيق يا رب ويبقوا كلهم عند حسن ظننا ان شاء الله، ويعملوا تاريخ يا رب لنفسهم في النادي الاهلي ان شاء الله. واحنا طبعا في ظهرهم دلوقتي مع يعني وجود اللعيبه دي ورجوع الصفقات او رجوع المعارين، يعني شايف ايه الفتره الجايه من وجهه نظرك انت كابتن مصطفى عفروتو، والتشكيله ممكن تكون المثاليه للنادي الاهلي، يعني حطهم لي كده بقى ايه اللعيب، حراسه المرمى والدفاع وكل حاجه. يعني بصي ما مش عايز حد الناس هتزعل مني، يعني هلاعب الشناوي، هلاعب بدر بنون، سعد سمير طبعا عشان اخويا، علي معلول، سعد او ايمن يعني الاثنين اخواتي، ماشي. علي معلول، محمد هاني، في نص الملعب عمرو السوليه، يعني في اي حد في نص الملعب بصراحه، يعني اليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السوليه، اي اثنين منهم، وقدامهم قفشه، وهلاعب كهربا واجايه، ومروان قدام، او ممكن كهربا قدام واجايه، وهلاعب طاهر وحسين الشحات. انت انا حاسسك بتركز في صحابك. مش بركز في صحابي والله، انا بركز لا خايف حد يزعل منك يعني
معديه السؤال ده ماشي. هنعدي ماشي. طب خلاص، مين اكتر اللعيبه اللي شايفها كانت متالقه جدا الفتره اللي فاتت مع موسيماني في الفريق؟ والله اللي انا كنت شايف اللي هو بصي الشناوي ده حاله استثنائيه صح. بصراحه يعني ايه مش هنحطه في الحسبان بصراحه، ده حاله لوحده. خلينا نتكلم عليه الاول، نتكلم على الشناوي وعلى مدرب حراس المرمى اللي ممكن يكون مش واخد حقه قوي، ميشيل يانج. يعني عامل موسم رائع مع حراس المرمى وخصوصا طبعا مع الشناوي يا كابتن مصطفى. وكمان برضك عايزين نشكر الاداره اللي هي قدرت تتمسك وتقنع المدرب اللي هو يقعد، يعني برضك في حاجات ورا الكواليس الناس ما بتاخدش بالها منها قوي، ولكن الإدارة بصراحة كان عندها حق في التمسك بيه. احنا شفنا أداء الشناوي السيزون ده كله كان عامل ازاي، ما شاء الله كان فارق معانا فعلا، يعني كان هو تقريبا نص الفرقة، يعني كان متألق وكان شايل عننا حاجات كتير قوي. فالشناوي بجد يعني لو الواحد بإيده هيديله جايزة ذهب بصراحة، يعني لأن هو بجد حالة استثنائية السنة دي، فأتمنى له التوفيق يا رب، وربنا يبعد عنه الإصابات، ويا رب هو كابتن من كباتن النادي دلوقتي ويقدر بقى يحقق المزيد من البطولات إن شاء الله. وجوده في حراسة المرمى فعلا بيطمننا جدا. بالضبط يعني كده. شايف أنه التحقيق الثلاثية دي اختبار، أو على الأقل خلينا نقول كاس مصر ودوري أبطال أفريقيا، لأنه الدوري كان برضو خلاص يعني مع فايلر، ممكن نقول ده كان الاختبار الحقيقي الموسيماني اللي قدر أنه يثبت نفسه فيه، ولا لسه شوية علشان تحكم عليه؟ بصي يعني أنا بحب أتكلم بواقعية شوية. لا قدر الله لو كان حصل حاجة ما كسبناش مثلا، أنا ما كنتش هلومه، لأن الراجل مسك في وقتي يعني وقتي جداً. ورخم قوي وانت بتلعبي قبل نهائي وبعد كده دخل على نهائي، الموضوع كان بالنسبة له صعب بصراحة ربنا، فما ينفعش اللي احنا نلوم الراجل. بالعكس احنا دلوقتي عندنا فترة كبيرة قوي اللي احنا نقدر نتكلم على الراجل بشكل أحسن، نقدر لو في حاجة احنا شايفينها مش صح ممكن نتكلم، يمكن ما كانش ينفع اللي احنا نلوم الراجل في أي شيء بصراحة. بالعكس الراجل فكره واضح، حتى لما كانت يعني في الكرة كانت بتقطع من عندنا من خط الظهر، كان الراجل بيصمم برضو اللي هم يلعبوا الكرة، يعني الراجل بصراحة عنده فكر وعنده اللي هم لأ لازم نبني الهجمة من ورا، فالراجل عنده بصراحة عنده شخصية، يعني دي شخصية مدرب، والشخصية بتاعت المدرب هي اللي خلت لعيبة النادي الأهلي تلعب بالفكر بتاعه. هو لو شخصيته ضعيفة عمرهم ما يلعبوا بالفكر بتاعه ولا يلعبوا بالتنظيم، يعني انت برضو فترة من الفترات يعني لو رجعنا ورا عمرك ما شفت النادي الأهلي في الفترة دي ملتزم تكتيكيا. يعني أنا بصراحة بقعد أركز في حاجات كده، لا النادي الأهلي بجد اللعيبة ما شاء الله عليهم مركزين تكتيكيا كويس قوي داخل الملعب، وده شغل موسيماني، فلازم ان احنا نشكر الراجل على المجهود اللي هو بيعمله. فاحنا يعني خلاص بقى احنا بنطمعين شويه، فعايزين البطوله الجايه السوبر ان شاء الله، وبعد السوبر عايزين السوبر المصري وكاس العالم للانديه ان شاء الله نوصل نهائي. احنا كده جمهور النادي الاهلي طماع يعني. دي حقيقه. على ايام كنتوا يا كابتن كلاعيبه كنتوا بتتعاملوا ازاي لما يتغير عليكم اتنين مدربين في موسم واحد؟ كنا دايما بنبقى مركزين مع المدير الفني، مركزين في الفكر بتاعه، المدير الفني بيبقى عايز يلعب ازاي، من خلال التدريب احنا بنفهم الفكر بتاعه، هو بيقعد يمرننا على كده، فبيبقى الموضوع بيبقى صعب على اللعيبه بصراحه، لان في امور تكتيكيه وافكار داخله عليك جديده، كل واحد داخل بالفكر بتاعه، فالموضوع الحمد لله لو انت مش لعيب بروفيشنال في النادي الاهلي عمرك ما هتستوعب كده وعمرك ما هتحقق بطولات. فاللعيبه بتتعب كتير قوي في النادي الاهلي، لان انت تخيلي يا ساره مثلا انا عايزك تلعبي بالفكر بتاعي، فالموضوع صعب، عايز مني مجهود بدني جامد جدا وذهني وتحضيرات طول اليوم، وكل يوم بفكر بقى وانا نايم ده يخش يمين وده يخش شمال، موضوع صعب يعني على المدربين وعلى اللعيبه بصراحه. الحته النفسيه برضو بتفرق هنا يا كابتن، وانت يمكن قبل كده قلت لي انه اتعاملت مع مدربين محليين مش اجانب، ما كانوا بيخلوك ممكن تكون حاسس انك عايز تبطل كوره اصلا. بصراحه يعني في مدربين بصراحه بيتعاملوا يعني انا شخصيا يعني في مدربين يتعاملوا معايا بحديه شويه، فكان الموضوع لازما اللاعب يبقى المدرب بيهيئه نفسيا كويس، لان انا لو ما تعاملتيش معايا نفسيا كويس انا مش هديكي في الملعب. فدي اكيد انت النادي الاهلي بيجيب، بص احنا في منظومه ناجحه، فاي حد احنا بنجيبه ناجح،
فاحنا ما عندناش غلطه في المكان بتاعنا. فاحنا بنجيب موسوماني عشان الراجل ناجح، الراجل يجي بقى يضيف لنا في النجاح دوت يعني. احنا لو كسبانين 10% لا احنا عايزين يبقى 20%. فمتهيالي احنا بنجيب اعلى ناس في النادي الاهلي، بيبقى ناس بروفيشنال فبيفيدوا النادي الاهلي زي ما هم بيستفادوا كتير قوي من ورا النادي الاهلي، فاحنا يعني المفروض يفيدونا، فبنجيب الناس البروفيشنال كلاعيبه كاداريين كمدربين فبنجيب اعلى ناس يعني في المنظومه. وزي ما قلنا جمهور الاهلي طماع ولسه عندنا تحديات كتير قوي الفتره اللي جايه، وبنتكلم على طبعا سوبر افريقي، سوبر محلي، كاس العالم للانديه، والدوري اللي هيبدا ان شاء الله يوم الاحد، كل ده هنتكلم عليه مع كابتن مصطفى عفروتو بس بعد الفاصل. برحب بحضراتكم من جديد، ولسه معايا كابتن مصطفى عفروتو، وبنتكلم يا كابتن على الفتره اللي جايه. كنا بنقول الاول على مباراه مصر المقصه يوم الاحد، عايز اعرف منك شايف انه اللعيبه هيبقى فيه اجهاد مثلا الفتره اللي جايه؟ طبعا بسبب يعني شوف احنا ما لحقناش فعلا نطلع من الجد، يعني احنا في الجد على طول يعني، هم يا حرام طبعا يومين بس اللي راحه بعد طبعا افريقيا وبعد كاس مصر، ولكن خلاص يعني هو ده الوضع الحالي، والموسم كله موسمين دخلوا في بعض بسبب طبعا فيروس كورونا، وكان موسم استثنائي. عندنا مباراه مهمه، عندنا دوري مهم، شايف ازاي مباراه يوم الاحد دي؟ شايف اللعيبه مثلا هيبقى الاجهاد غالب عليها، ولا هيبقوا قادرين طبعا ان شاء الله يكونوا في افضل حال في المباراه دي؟ اكيد نتمنى ان هم يبقوا في افضل حالاتهم طبعا، بس برده اكيد هيحسوا باجهاد، اكيد برضو هم مطلعين من كفايه الشد العصبي اللي هم كانوا فيه والضغط اللي هم طول الموسم كانوا فيه، وانت يعني انت بتلحمي موسم في موسم، فصعب على اللعيبه، فاكيد احنا مش هنحملهم اكتر من طاقتهم طبعا. فاتمنى لهم اللي هم يعني اكيد هم اذكياء، واكيد هم هيبقوا عارفين هم عايزين ايه من المباراه، فاتمنى لهم يا رب التوفيق، وربنا يحفظهم من الاصابات يا رب، عشان احنا محتاجين كل لاعب الفتره الجايه ان شاء الله. اكيد طبعا. شايف ان موسيماني هيجري تغيير على التشكيل بتاع نادي الاهلي؟ تغييرات المرحله الجايه اكيد طبيعي، لان انت في اصابات، في لعيبه هتبقى مجهده، في لعيبه هو عايز يحطها يديها ترجع لفورمتها زي كهربا، عايزين واحد زي محمد طاهر، عايزين احمد ياسر ريان، عايزين بيكهام، فاكيد اكيد هو هيدفع بناس كتير، اكيد مش كلهم مره واحده، ولكن مثلا هيدي كل واحد مثلا يعني كهربا لو هيلعبوا النهارده بكره يدخل واحد تاني، فاكيد يعني الامور كلها هو الراجل عامل حسابها، فده طبيعي يعني طبيعي، لان انت داخله بعد الدوري، داخله على دوري ابطال افريقيا بعدها لسه برضو هتبتدي من تاني، فالموضوع صعب، ولسه عندك كاس العالم للانديه، فاكيد احنا زي ما قلت لك يا ساره محتاجين كل لاعب الفتره الجايه ان شاء الله. طب الصفقات اللي احنا بنتكلم عليها وقائمه النادي الاهلي يا كابتن، شايف في مركز لسه في الفريق محتاج تدعيم؟ متهيألي لا يعني متهيألي انت يعني ما شاء الله يعني انت دلوقتي انت عندك فرقه داخل الملعب وعندك فرقه بره الملعب يعني، وعندك تغييرات كمان كويسه، فاكيد متهيألي لا يعني ما عندناش، ربنا يحفظهم من الاصابات بس لا قدر الله لو حد في حاجه ولا بتاع، عندنا فتره الانتقالات الشتويه ان شاء الله لو هنقدر ندعم بحد، بس متهيألي كده احنا عندنا كل الصفقات لو عايزين. خلي بالك انت داخل على موسم جديد من دوري ابطال افريقيا وداخل على كاس العالم للانديه. تمام، احنا لو عايزين فيرود يعني يبقى فيرود تاني مع مروان يعني، يبقى على هو تدعيم يعني تدعيم يبقى هو ومروان يعني، ايه احنا مش عايزين برضك نحمل مروان يا عيني كل شويه نديله ال 90 دقيقه وبيعمل مجهود جبار بصراحه، فاكيد احنا عايزين فيرود، بس يبقى فيرود ان شاء الله يبقى فيرود اجنبي سوبر يعني، فيرود اللي هو يعني احنا جايبينه هو عارف يعني ايه قيمه النادي الاهلي، وعارف ان النادي الاهلي بيلعب على بطولات. طيب لو رحنا للسوبر الافريقي، مباراة نهضة بركان، المباراة مش سهلة وفريق مغربي، هي المفروض انه هيتم الاعلان يوم الجمعة ان شاء الله يا كابتن على الموعد الاخير. هو لحد دلوقتي التقارير بتقول ان هو 18 ديسمبر بس لسه هيتم الاعلان يوم الجمعة ان شاء الله، شايف ازاي مباراة السوبر الافريقي؟ بص يا اي مباراة النادي الاهلي بيلعبها بيبقى صعبة، حتى لو في الدوري، في كاس مصر، في دوري ابطال افريقيا بالنسبه له بتبقى صعبه، لان اللعيبه اللي بتنزل قصاد النادي الاهلي بيبقى عندها حافز اللي هي تموت نفسها، لان هي عارفه ان الماتش دوت
جمهور النادي الاهلي ما شاء الله كتير جدا وفي كل حته في العالم، فكله بيبقى عايز يظهر بشكل كويس وكله بيموت نفسه، فاكيد اللعيبه اذكياء واللعيبه فاهمه هي بتعمل ايه داخل الملعب لعيبه النادي الاهلي، فاكيد هم بينزلوا بيبقوا عارفين اللي هم عايزين، بيمتصوا طبعا كل اللي نازل بروح قتاليه جامده، وبتشوف اللعيبه بتخش يعني انت شفت ماتش الاتحاد اللعيبه كانت بتخش على النادي على اللعيبه ازاي، كان الموضوع صعب بصراحه. فاكيد احنا عندنا الخبرات دلوقتي، اللي احنا الهدف الرئيسي بتاعنا اللي احنا ناخد المباراه، فان شاء الله باذن الله الحظ يبقى معانا ان شاء الله والتوفيق باذنك يا رب، ونحقق الرباعيه بقى ونخلص من الرباعيه نخش الخماسيه بقى ان شاء الله. ما بنشبعش يا كابتن. لا لا لا. طب من خلال برضو خبرتك كلاعب كوره كنت عايز اسالك، يعني قد ايه بيبقى في وسط ما انت في موسم صعب وضغط ومباريات كتير وبتحقق القاب، اذا تم يعني تعرض احد اللاعبين للانتقادات او كده قد ايه ده بيكون صعب عليك انت كعفروتو مثلا بتلعب ومؤدي وكده، بس في نفس الوقت شايف انتقادات كتير، هل بتبقى انت اصلا متابع سوشيال ميديا، بتبقى مش متابع، ما بيفرقش معاك؟ لا بصي، ما فيش حد ما بيفرقش معاه، اكيد بيفرق معانا، واكيد بس اللعيب الذكي اللي هو يبقى عارف قد ايه التحمل المسؤوليه من خلال المكان اللي هو فيه، يعني انت مثلا ما تجيبنيش وانا في مكان تاني مكان اقل من النادي الاهلي وتلاقي الناس بتنفعل معايا او بيدوني طاقه سلبيه او طاقه ايجابيه، لا يمكن وانا في النادي الاهلي اكيد اكيد في ناس لا انت لازم النهارده تبقى احسن من امبارح، النهارده يعني جمهور النادي الاهلي دايما عنده عايز كل لاعب يطلع اكتر حاجه عنده، فاكيد انت مثلا يعني معلش وانا في النادي الاهلي انت عارفه ما شاء الله الجمهور قد ايه يعني في النادي الاهلي طبعا. ناس كتير قوي، فاكيد في ناس هتقول لا عفروتو النهارده ما كانش كويس، لا عفروتو لازم الماتش الجاي يبقى احسن، فاكيد انا لو لعيب ذكي وانا متحمل وعارف ان انا بلعب في نادي كبير ونادي ليه شعبيه كبيره في افريقيا وفي العالم كله، فاكيد الطاقه السلبيه هكبر لها والطاقه الايجابيه هاخدها، يعني فمش هركز على قد ما هركز في الحاجات الايجابيه، هركز جوه الملعب. يعني شايف السوشيال ميديا اصلا دلوقتي بالنسبه للاعب الكوره ايجابيه ولا سلبيه؟ يعني مثلا ايجابيه من ناحيه ان هي بتصنع نجوم اكتر، بتعرف الناس بيهم اكتر عن زمان، يمكن زمان ما كانش فيه ده قوي برغم ان كان فيه برضو اساطير ونجوم كبار، ولا بالعكس بتمثل ضغط كبير قوي على اللاعب؟ بصي هي فيها ميزه وفيها عيب بصراحه. الميزه اللي كل اللعيبه دلوقتي اتعرفت، يعني كل الناس من خلال الميديا كلها اتعرفت، ولكن العيب اللي فيها اللي مثلا في ناس بتقعد فاضيه ما وراهاش حاجه، تخبط في ساره النهارده، تخبط في اي حد، فالموضوع بيبقى صعب، وبيبقى صعب على اللعيبه لان اللاعب مش بيبقى لوحده، اللاعب معاه اسرته ومعاه اهله ومعاه اولاده، فالموضوع كله يعني انت متخيله مثلا لما انا مثلا حد بيتكلم عليا بطريقه مش كويسه اكيد الناس اللي ورايا ديت هي اللي بتزعل وهي اللي بتتحمل، واي حاجه انا بعملها كويسه بتتحسب لهم، اي حاجه بعملها وحشه برضو بتتحسب لهم هم، فالموضوع بيبقى صعب على اللاعب. عشت فتره زي دي؟ لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما هو مش عايشها ان شاء الله. لا لا ابدا ان شاء الله. لا انا فاكره يا كابتن وقت منتخب الشباب ده احنا كنا كلنا عفروتو وعفروتو وكنا كنت باجي بقى الاستاد واشجع قوي. طيب خليني اروح معاك كمان بقى للموسم الجديد وللدوري الجديد، شايف ازاي بقى المنافسه على الموسم ده هتكون يعني بين الانديه كلها؟ يمكن كنت بتكلم انا واحمد وبنقول انه عايزين منافسه قويه، عايزين انه يبقى في منافسه بين على الاقل اول اربع مراكز في الدوري، يعني بنتكلم على اهلي، بنتكلم على زمالك، على بيراميدز، على اسماعيلي، عايزين يكون في منافسه لان ده كمان في صالح النادي الاهلي. انت شايف المنافسه في الموسم الجديد هتكون عامله ازاي؟ لا اللي انا شايفه ان النادي الاهلي هياخد الدوري برضه. يعني اللي انا مع احترامي لكل الانديه بس النادي الاهلي لا، يعني النادي الاهلي وانت زي ما انت ما بتقولي يعني انت عندك الاهلي وعندك الزمالك، احنا عايزين بقى يبقى في المقاولين ماشي بشكل كويس، عايزين الاسماعيلي يرجع تاني، عايزين الاتحاد، عايزين يبقى في كذا نادي كده، عايزين يبقى في تنافس، التنافس دوت بيدي طعم وبيدي حماس للجمهور اللي بيتفرج اصلا. يمكن انت مثلا انا واحد من الناس بقول لك قبل ما الدوري يبتدي الاهلي هياخد الدوري. طب ليه بتقولها بثقه كده؟ انا واثق في الفرقه بتاعتي، واثق في النادي بتاعي، كلنا واثقين طبعا، بس انا حسيت انه ايه الاهلي هياخد الدوري ده اللي هو منافسه اللي بتتكلمي عليه. والله مش 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 قصه غرور ولا حاجه، والله هي القصه اللي النادي الاهلي يعني بيقدر
يحافظ من اول مباراه لاخر مباراه بيقدر يحافظ. اكيد هيحصل لنا مثلا في الطريق اكيد هنتعادل، اكيد لا قدر الله ممكن نتغلب، بس اكيد هناخد البطوله. انا واثق في كده ان شاء الله. ما بقاش الجماهير بتفرح ببطوله الدوري زي الاول. لا خلاص، حتى لا قدر الله لو احنا ما خدناش الدوري فالموضوع بالنسبه لنا، تخيلي يا ساره انت 42 دوري يعني، ف يعني انت يعني الموضوع عندك يعني انت من كتر البطولات اصلا. احنا حققنا كام بطوله دلوقتي؟ 140 صح؟ 140 المفروض. 140 يعني في يعني على حسب مواقع ساعات 138، لا 142، لا اكتر، بس هو 140. 140. طيب انت ساعات اصلا وانت بتحسبي الدوري، طب انت خدتي 41 ولا 42، انت ساعات بتنسي. صح، يعني كاس مصر برضو انت برضو ساعات الواحد بينسى، طب احنا خدناه 37 36 38، طب احنا خدناه كم مره. بطوله افريقيا برضو ما شاء الله انت تسع مرات، وبرضو ده في انجاز تاريخي الكابتن محمود الخطيب على فكره، خد 9 بطولات وهو لاعب وهو ونائب رئيس نادي ورئيس نادي. هو رئيس نادي يعني دي حاجه ما حدش واخد باله منها، بس يعني بس انا اللي واخد بالي منها. لا لا انا عاجبني طبعا، واخدين بالنا من انجاز الاسطوره الخطيب، بس انا عاجبني الثقه بتاعت احنا واخدين الدوري واخدينه خلاص. ايوه ان شاء الله واخدين الدوري والله يعني. طيب وافريقيا بقى الموسم الجديد، افريقيا خلي بالك بقى المشوار خلاص ده بتاع موسيماني من اوله لاخره. اي بالظبط كده، نقدر احنا نحاسب براحتنا بقى. بس انا بقول لك الراجل يعني احنا بصراحه بسم الله ما شاء الله عليه يعني، لا الراجل هيفرق معانا الفتره الجايه دي. كنت تتمنى تلعب يعني تحت قياده موسيماني؟ اه طبعا. عشان علشان هو راجل بتاع كوره، راجل مش بتاع كوره اللي هو، لا راجل بيلعب كوره يعني. راجل الكوره بتاعته ممتعه في جمل كده مدروسه بين اللعيبه. بالظبط، وبيدي حريه للشق الهجومي. يعني انت مثلا تلاقي حسين الشحات مره ناحيه الشمال ناحيه اليمين، قفشه بيتحرك براحته، جايه براحته، مروان ممكن ينزل ممكن يروح قفشه مكانه، فعنده حريه، فاكيد يعني ده كان هيتماشى مع اللعب بتاعي يعني. وفكره ان هو نفسيا عارف يتعامل مع اللعيبه كويس قوي، ده يمكن اتكلمنا فيه قبل كده، ده برده بيفرق قوي مع اللاعب المصري خصوصا. بالظبط بالظبط يا ساره، يعني كمان هو بيهزر مع اللعيبه وبيقعد يسلم على اللعيبه ويهزر معاهم ويضحك معاهم ويرقص معاهم، فده بيفرق معاهم، ده بيدي اللاعب ثقه، بيدي اللاعب اللي المدرب مهتم بيا، حتى لو هو مش مهتم بيا داخل الملعب، لا الراجل بيتعامل معايا نفسيا بره احسن من اللي بيلعب، فاكيد دي بتفرق طبعا. وهو ذكي يعني، هو ذكي طبعا، هو مدير فني ذكي. في لعيبه يا كابتن ممكن وانت بتتفرج عليها في الدوري المصري بشكل عام بيعجبك جدا لعبها، مثلا ممكن تقول لو ده يلعب في النادي الاهلي؟ طبعا في ناس. مين لعيبه بتحب ستايل لعبها؟ يعني في ناس كتير والله، يعني عشان ما نزعلش حد، بس دايما مش عايز تزعل اي لا حد. والله بس في ناس بلاش، تعالى نسرح بخيالنا كده ونروح للكره العالميه. مين لعيبه بتحب ستايل لعبها جدا واحنا دلوقتي في وسط يعني ضرب نار بقى في دوري ابطال اوروبا متابع؟ طبعا. بتشجع مين قلت لي؟ ريال مدريد يا رب النهارده بقى، بس انا بقول لك يعني ماتش صعب النهارده. صعب عليهم جدا بصراحه، فبس يا رب زيدان أدي المسؤوليه يا رب. زيدان مدرب كبير. طبعا مدرب ذكي، مدرب ذكي، بس هو غلط في اول السيزون لاني انت مش معاك لعيبه وما جبتش لعيبه ومشيت لعيبه استغنيت عنها ما كانش ينفع تستغنى عنها بصراحه يعني، فدي بس الملحوظه اللي على زيدان بس من اول السيزون بس. ودي ومعنى انك بتشجع ريال مدريد ان انت كنت مبسوط لما برشلونه خسر امبارح؟ انا بصي انا بحب شخصيه، انا بحب لعب ميسي جدا جدا، وبحب شخصيه رونالدو. يعني رونالدو لما بيروح اي نادي بيعمل حاله كده بيشدني ليه بصراحه. فبس ميسي كان بيلعب وهو مقرف يعني، الموضوع باين بقاله فتره كده. ميسي كان قادر يخلق الحقيقه هجمات كتير امبارح، بس هو برده ما كانش فيه حظ يعني. وخلاص هم في تكوين دلوقتي فريق جديد، يعني ده اللي انا شايفه يعني، هم جايبين كومان على اساس اللي هو لا احنا عايزين نعمل فريق جديد بقى خلاص يعني. ميسي نقدر نستفاد منه دلوقتي ماديا عشان خلاص ميسي مش هيقدر يعوض اللي هو اداهولنا اللي فات، مش هيقدر يرجعه تاني. متهيألي ما فيش يعني ده فكرهم. ده فكر الاداره في برشلونه تقريبا، يعني برشلونه محتاج وقت عشان يفوق من اللي هو فيه. اكيد هم عندهم لعيبه صغيره كويسه بصراحه، ولعيبه مهاريه كلها ولعيبه كويسه هتفيد النادي، بس اكيد هياخدوا وقت. اكيد هياخدوا وقت طبعا، اكيد مش هيبقوا زي ميسي وانيستا وتشافي
الموضوع صعب يعني. مين بقى لعيبه بتحب الستايل بتاعها دلوقتي في في اي نادي؟ بص هو ميسي ورونالدو ما فيش خلاف عليهم أكيد. بصراحه يعني بصراحه ربنا بحب ديبالا، بحب لعبه جدا، موراتا بصراحه بحبه جدا يعني في لعيبه كتير قوي، نيمار، راشفورد، نيمار طبعا، صلاح. بصي بصي ميسي وكريستيانو وصلاح ونيمار، وممكن ندخل مبابي معاهم بس مش دلوقتي يعني شويه قدام، بس الاربعه اللي انا قلت لك عليهم دول دول في حته لوحدهم. ممكن نقول كابتن مصطفى ان صلاح رفع سقف الاحلام بالنسبه للطفل المصري. اه طبعا يعني اي طفل نفسه يبقى لاعب كوره دلوقتي بيبص لصلاح انه طب ما هو احترف في الدوري الانجليزي، ليه انا ما اقدرش اعمل ده؟ ما هو بقى حاجه عالميه ومن افضل ثلاث لعيبه في العالم، ليه انا ما اعملش ده؟ شفت ازاي تجربه صلاح دي كلاعب كوره؟ والله بص انا شفت شاب مصري مكافح ادى طاقه ايجابيه لكل شاب مصري، حتى مش في مجال الكوره، في اي مجال. لو انا هطلع بره اشتغل اي حاجه بس انا عارف انا رايح اعمل ايه، والناس اللي واخداني بره عارفه اللي هي هتستفاد مني ازاي، فاكيد اللي انا هبقى مبسوط وفرحان بتجربه زي ديت. تخيل ان صلاح يعني في ناس كتير قوي بشوف لهم فيديوهات وكده ما لهمش علاقه بالكوره، ولكن بيقولوا لا احنا بنحس بالامان واحنا بره من خلال محمد صلاح، لما بيجيب جول، لما بيحقق لقب، بيدينا طاقه ايجابيه قوي في حياتنا بره. فاكيد اي شاب مصري بيبقى مبسوط اللي هو شايف نموذج مصري ابتدى من الصفر لحد ما وصل للقمه. فاكيد يعني انا ذات نفسه هوت يعني انا كلاعب كوره، انا لما بقعد اتفرج على محمد صلاح بقعد بقول لا انت بتبقي قاعده بتتفرجي ده ابن بلدي، ده الفخر بتاعنا، ده انت بتبقي مبسوطه فرحانه، ونفسك يبقى فيه 10 زي محمد صلاح، نفسنا يبقى فيه كده زي ما بتشوفي الافارقه مثلا في الدوريات الاوروبيه. لا انا نفسي اشوف المصريين بقى في الدوريات الاوروبيه. خليني اكيد اكيد متفقه معاك جدا، بس لازم برضو اختم كلامي معاك بالنادي الاهلي. عايز اسالك سؤال مهم، شايف انه موسيماني هيقدر يعيد النادي الاهلي لزمن احتكار البطولات زي مستر جوزيه؟ انا شايف كده ان شاء الله، شايف مدرب ذكي، بس انا مش يعني انا مش عايز مثلا، انت عارفه ما بين الثقه والغرور شعره، فانا مش عايز يوصل للمرحله دي، عايزه لا هو راجل ذكي من خلال اللقاءات بتاعته والمؤتمرات الصحفيه اللي بيعملها، لا راجل ذكي ما بيخسرش حد، راجل عارف هو بيتعامل مع الناس ازاي، وعارف بيتعامل مع اللعيبه ازاي، وعارف حجم النادي الاهلي. فده اللي بسطني، اللي هو عارف قيمه النادي الاهلي، وعارف قد ايه اللي هو الموضوع اتغير 180 درجه معاه اول ما دخل النادي الاهلي. خلاص الناس كلها عرفته في العالم كله. نتمنى يا كابتن يمكن قبل افريقيا قلت لك ان شاء الله تبقى معايا ونكون بنحتفل بافريقيا ان شاء الله، وادينا بنحتفل اهو. وطبعا نتمنى الفتره الجايه كمان تبقى معانا واحنا بنحتفل بالخماسيه ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن مصطفى عفوت. انا على طول كده متالقه ودايما من نجاح لنجاح يا رب يا ساره. ربنا يخليك، شكرا انك كنت معايا، شكرا لحضراتكم على المتابعه. 113 سنه عمر كبير للنادي الاهلي، ولكن عدد البطولات اكبر بكتير من العمر ده، انجازات كتير، اجيال كتير بتتغير، وتفضل الانجازات هي سر النادي الاهلي وهي المكتوب على النادي الاهلي، انجازات ونجاحات كتير، ويا رب دايما تزيد، اجيال تتغير واجيال بتسلم اجيال، ولسه انجازات الاهلي مكمله.